العكلة متاعنا كلها في أي موقع تنجموا تلقوه على ليغيزو سوسيو باش نجيبو لكم الأخبار الجديدة والفرشكة واللي تنجم هكا تثير التوانسة وتخليهم يبارتاجيو برشا وإلا يحكيو برشا على ليغيزو سوسيو. اليوم كالعادة عملنا لكم اختيار لأهم الأخبار الصور والفيديوهات اللي قاعدة تدور برشا على مواقع التواصل الاجتماعي. تسويت في تبع الجرة تبع الجرة باش نبداو تبع الجرة بالتدوينة. هبطتها مواطنة تونسية دارت برشا على مواقع التواصل الاجتماعي شهادة هي تعرضت لها في إطار تعرض بنتها لإصابة تسببت لها في جرح, وشهادة هذه كانت في حق الطبيبة. طبيبة هذه الاسم اللي تم تداوله على أنه اسمها آمنة عزيز, طبيبة هذه اللي حسب ما قالته المرأة تلهيت بها وببنتها لهوة كبيرة, وكانت الأسلوب متاعها في التعامل مع البنية حلو برشا برشا. ديجا تصاور متاع الطبيبة هذه دارت برشا, خاصة كيفاش معناها أخر كيفاش حكيت مع الأم وكيفاش حكيت مع البنية وكيفاش أردت حتى لها. خلينا نقرأ لكم فقط بعض من الشهادة اللي قدمتها المرأة. تقول انه اليوم بنتي طاحت جبينها صغرون تحل ودم الملايكة يطشطش على حوايجها وصبات, قالوا الجرح غارق وجبين تحل, لازم اخصائي وجراح تجميل, قلبي تقسم على زوز والوجيعة هزت روحي ونفضتها, وينو الطبيب وجيت, كانت في البلوك ورغم تعبها جيت بتبسيمة مضوية وجهها, وجهت كلامها بكل احترام لبنتي اللي عمرها 5 سنين, قالت لها انا الدكتورة آمنة عزيز, انا اللي باش نداويك. عرفت بنفسها, فسرت لها ايش باش تعمل والبلايص اللي باش تمسهم في بدنها, وجبدت تليفونها وحطت غنيات متاع صغار, اي غنيت وبنتي ولات تلعب وتضحك, تحكي وتلعب وتضحك الدكتورة مع بنتي وعينها عليها وعلى ابوها, انا سهم الله بط عليا وجعتي قوية وروحي شاردة, كل غرزة نحسها في ظهري وفي قلبي, لقات الوقت باش تضحك لي وتواسيني. سألتها عندك صغار أخرين؟ لا عندي كان هي. فهمت وحطت يديها يد حنينة على خدي وعينيها الشهلة تشعل بالحب والمسايسة. الدكتورة آمنة عزيز تضحك البنتي وتغنيها وتحط في الجرح وبنتي تضحك. هالدكتورة لأول مرة نشوفها, ما كانتش تخدم في خدمتها فقط, كانت مثال الملائكة اللي تجبر الخواطر وتلملم بجروح وتاخو بالخاطر وتسايس وتبدع بكل تفاني في التعامل مع طفلة صغيرة موجوعة وبوها وأمها الخايفين. بعد ما كملت نفخت ليجون تاعها وصورت فيه البنتي عروسة وعملت لها فاصمة على جبينها باش بنتي تضحك وما تحسش إلي الفاصمة باش تخيبها. قلت لكم هالبلاد كل ما نقول وفيها كل ما نقول وفي عليها الرأي تعاود تعطيني الدليل اللي تونس البية عالية وولادها أولادها خيرهم ما يفاش ومستقبلها التونسي شمس ضوايا وقمرة عالية. دونك هذه كانت الرسالة من الأم للطبيبة هذه, طبيبة دكتورة آمنة عزيز, رسالة شكر منها على تعملها السيس والحلو مع بنتها صغيرة اللي كانت وقتها مجروحة يعطيها الصحة. من نجم ممكن نقول لها شكرا لك دكتورة على التعامل هذي, نعرف راهي الكلمة الحلوة والمواساة للصغير وإلى الكبير, حتى الكبير وقت اللي يوصل المستشفى والضحكة والتبسيمة نص الدواء هذيك قبل كل شيء, قبل ما يعطيوك الدواء. مش خاص فتحية كان جاو عنا منهم برشا الناس هذوما. أما الحاجة اللي محلية, أول حاجة كلام المرأة محلية على الأخر يدخل القلب طول. ثاني حاجة محلينا كي نشوفوا حاجة خايبة ونحكيوا عليها ونهبطوها في لي ريزو سوسيو, محلينا زيدا كي نشوفوا حاجة باهية علاش لا نحكيوا عليها ونوريو زيدا, مش لازم ديما نوريو لي بوان نيجاتيف, بوركوا با نوريو اللي احنا مازال عندنا برشا ناس بالحق يجمو يهزوا ناريوسنا فوالا, جوست خاصة الطب راهو الطب هما الملاك البشري للعباد, دونك ديما يصفوهم في صورة انه هما منقذي الارواح, دونك التبسيمة وكل كلمة الحلوة عندها تأثير كبير. نمشيو للخبر الموالي وهو ما تم تداوله مؤخرا خصوص خبر حول رئيس الجمهورية قيس سعيد اللي يقولوا انه عنده تخوف من ركوب الطائرة, وهذا اللي يفسروا برشا عباد انه كان سبب وراء عدم لحد اليوم ما خذاش قرار للسفر الى اي دولة شقيقة, رغم انه معناها الاحداث في الدول العربية قاعدة تتسارع وفي العالم الكل قاعدة تتسارع. البارح المكلفة بالاعلام في رئيس الجمهورية رشيدة النايفر وفي تصريح لمزيكا فيم قالت اول مرة ردت على
الخبر هذايا وانفات وقالت اللي هذه اشاعه ما عندها حتى اساس من الصحه، وانه قيس سعيد استقل الطائره في اكثر من مناسبه، وقالت انه رئيس الجمهوريه فقط قاعد ينتظر في تشكيل الحكومه باش ينطلق في تنفيذ الزيارات المبرمجه ليه بصفته رئيس الجمهوريه لكل الدول الشقيقه والصديقه في كل العالم خاصه. دونك هذايا واضح لانه قاعده في كل مره قاعده تخرج اشاعات جديده وكلام جديد، وتعرفوا لي ريزو سوسيو سايب بركة إشاعة واحدة وتشوفها معناها سريت في عند توينسا الكل، ما هيش صحيحة الحكاية هذية، وديجاها كنا في كان من مصدر رسمي ومسؤول. نمشيو للخبر الموالي، الخبر يجينا من ولاية القيروان في تدوينة نشرها أحد الفلاحين في ولاية القيروان، يقول بسبب غياب اليد العاملة تجبر هو في ولاية القيروان تجبر هو باش يجيب عمل أفارقة يخدموا من جنسية من الكوت ديفوار باش يخدموا في جني الزيتون. أنا خبر كيف من هذية يجعني قلبي ساق من حتى ما معناها معناها احنا خيرنا وخيراتنا وفلاحتنا يهزوها معناها ثم ناس أجانب يعيشوا في بلادنا وقاعدين يخدموا هنا ويستقيوا، مرحبا بهم، ما عنديش مشكلة في الحكاية هذه، ولكن هذا يوجع القلب وقت تلقاش في الفلاحة نتاعنا وخيراتنا اللي ناكلوا منها هذاك أمننا الغذائي ما تلقاش شكون يخدم، ما تلقاش يد عاملة رغم اللي البطالة تبارك الله معناها موجودة أقوى فوالا. ولا أنت معناها تعرف قداش وصلت الخمسين دينار اليوم عند العملة في جني الزيتون، وما تلقى المشكلة يقول لك نلقى كان يد عاملة من النساء، معناها كان النساء يقضي على جني الزيتون، والرجال ما تلقاهمش، تلقاه يقعد في قهوة بيمشيش معناها باش يجني زيتون رغم انه فلوس صافية. وحاجة أخرى الشهرية، وعلاش يقول لك وحتى العباد ولات تلوج أكثر على النساء، خاطر مازلنا عايشين اليوم في 2020 الشهرية ولا اليوم قيمة اليوم نتاع العاملة أقل من العامل، معناها يجي الراجل يعطي 50 دينار مثلا ولا 60 دينار في النهار، المرأة تجي تاخذ 30 و40 وتقبل باش تخدم، تلقاها تخدم على صغارها وتخدم على عائلتها وتعاني. دونك هذا شيء اسف وقت اللي نلقاو ما نلقاوش اليوم يد عامله تخدم في الفلاحه نتاعنا، ونعرفوا انه فلاحتنا قايمه عليها اليوم وامن الغذاء قايم عليها، شيء ياسف. سينو زاد نخدموا الاخبار نتاع تبع الجره ببادره قام بها حلوه برشا، شاب متطوع اسمه كريم عرفه سحروره، هو اصيل معتمديه الكريم من ولايه سريانا، قام في عمل تطوعي بتركيز 11 كرسي بالوان حلوه برشا، ديجا تصور داروا برشا على ريزو سوسيو لفائدة المرضى والزوار وعابري السبيل من قدام مستشفى الحروق والإصابات البالغة ببن عروس. دونك هذايا عمل تطوعي واحد اللي قال لك العباد كي تجي ما تلقاش وين تقعد، ولا الناس اللي تزور عائلتها ما تلقاش وين تقعد، دونك عمل لهم كراسي. وأنا فقط نحب نحكي على شوية على كريم عرفة لأنه كان قبل مش أول مبادرة هذه قام بها، قام برشا مبادرة قبل، قاعد يكون كل شركة صغيرة فيها برشا شباب قاعدين ياخذوا في المواد اللي تترمى كما نقولوا احنا الطواول نتاع المدارس اللي ما عادش معناها ما يتمش استهلاكها ولا استخدامها خاطرها بلات وتعبت صيي، قاعد ياخذ في المواد هذه ويعاود إعادة رسكلتها وتزيينها وتلوينها والكل، ويبعث فيها روح جديدة وتتقدم للمدارس باش يتم استخدامها من أول وجديد. وكي تدخلوا ديجا على الباج نتاعو تلقاو اللي هو مش أول مرة كريم يعمل مبادرات كيف من هذية في برشا مدارس، وقاعد باش يقدم ويعطي، وحسب تصريحه اللي وكالة تونس إفريقيا للأنباء مازالت عنده مبادرات تطوعية أخرى، إن شاء الله بالتوفيق ليه ويعطيه الصحة. الخدمة اللي يخدم فيها أنا بيدي قاعدة نتبع فيها حلوة برشا، وقاعد يخدم في خدمة مزيانة وكله تطوع، راه كله بلاش، ما يخدم من وقته من تعبه ومن من 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 خدمته وقت خدمته باش يفرح الصغيرات. وتتصور قاعدين ليهبطوا، ما عندكش فكره وقت اللي التلميذ دخلوا الطاوله نتاعو اللي باش يقعد عليها كلها الوان ومزيانه، ديجا هو بيدو يبدا شيخ على الدرس نتاعو. ربي يكثر منه الناس، ربي يكثر منه الناس. نعرف المجتمع المدني والعباد المتطوعه قاعده تخدم في خدمه مزيانه اكثر ساعات حتى من السلطات الجهويه والمحليه. وي جوستومون هذايا قاعدين نلمسوا فيه يوميا، يعطيه الصحه وشكرا ليه. دونك كانت هذه اخبار.